رحت طاقدي طبعا الطريق كانت أزمة واتصل علي 4-5 مرات ورحت عليه فرجاني صورة ابني وابن أخي قال لي بتعرف هذا؟ قلت له هذا ابني وهذا ابن أخي واللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال لي وين كان ابنك؟ قلت له كان في المدرسة وأنا صب فعلا نزلته على المدرسة هو وأخوه. وقال ابن أخوه قلت له في الشغل. قال لا أولادك استشهد والصيغة هذه حتى حكيها هو. قلت له يا سيدي الحمد لله رب العالمين وهذا قضاء الله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. تحب توجه رسالة إشي للاحتلال؟ الاحتلال يعني اللي حاكمك يعني شو بدك تتوقع منه أكثر من هيك يعني؟ قتل مزيد من القتل يعني. عماله بقول لي معك 5 دقائق عشان أزمة الطريق. قال لي 5 دقائق إذا ما جيتش عندي كنت واصل عند دار أبو رجل السلامة في الآخر من كتر ما هي. قال لي 5 دقائق بهد لك الدار. قلت له هد الدار إذا راح الولد شو بدي أكثر من هيك؟ وهذا اللي الكلام اللي صار. والله أنا كنت في العزة عندي ابن عمي يعني في العزة عندي ابن عمي هون والولد في الشغل جابوا على الراديو إنه في شباب استشهدين عرفت فمع اتصال المخابرات على أخي إنه في واحد على محسوم 60 قلت له رحنا اتينا أنا وياه ورحنا عليهم شايف كيف رحت على الشغل أشوف الولد لو مش في الشغل فرحنا فهم كيف على المحسوم كل ضابط هذا عاد يسأل أسئلة يعني إنه شو وين بروح وين بيجانوا مسؤول ما بروحش ولا بيجي بيشتل معي رقم التلفون قلت له معه التلفون وتلفون واحد مع بعض يعني الشريحة تبعتي إذا بقول لصحابه قلت له فيش إلا صحاب بيشتل معي يعني من الصبح للعيشة وبعد العيشة تنروح وين بيجي صحاب هيا بقول لي ابنك حول طعن جندي وابن عمه واخر قلت طب تعرف شو تصابه؟ قال لي لو واحد بيجيك بدي قلت لك انت بتساوي؟ قلت له دول اطفال يا زلمه لو لعب صابات بيساوي شيء؟ قال لا وصار بدنا يصير عركه بينه وبينهم عند المحسوس وبعدين سالونا